شهدت محافظة مطروح طفرة تنموية في مختلف المجالات، وهو الأمر الذي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه أبناء المحافظة، حيث أكد أن المشروعات التنموية ستعود بالنفع الكبير على أهالي المنطقة فضلا عن توفير فرص العمل. في أقصى نقطة على حدود مصر الغربية بمدينة السلوم، الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي أبناء محافظة مطروح ليحمل رسائل مفادها لا يوجد منطقة لم تصل إليها أيدي التطوير والتنمية من أسوان حتى السلوم في إطار رؤية الدولة 2030. بالنسبة لنا احنا كأبناء مطروح كانت زيارة مثمرة بالنسبة لنا، وطبعا احنا أول ما بدت مرسى مطروح بدت من العالمين، مشروع العالمين، وحاليا عندنا كمشروعات استثمارية مشروع راس الحكمة إن شاء الله هيتم في الإنشاء، وإنشاء ميناء الجرجوب على عهد السيد الرئيس السيسي. فطبعا كل المشاريع الاستثمارية ديت فيها نسبة كبيرة إفادة لأبناء محافظة مرسى مطروح، لشباب مرسى مطروح، للأجيال اللي طالعة بعد منا إن شاء الله لأبناء مرسى مطروح. يعني من ضمن زيارة النهاردة يعني وعدنا السيد الرئيس بضخ المية إن شاء الله الترعة توصل مطروح بس في المرحلة القادمة، يعني لأن طبعا أنت عارف تكلف كتير، وإن شاء الله وعدنا برصف الطريق من مطروح لحد السلوم هنا لحد الجمرك فوق، هيبقى طريق مزدوج زي طريق اسكندرية مطروح القاهرة اسكندرية. وقد حظيت محافظة مطروح خلال السنوات الأخيرة بنصيبها من التنمية في مختلف المجالات في ظل الجمهورية الجديدة بعد عقود من التراجع في الخدمات. النهاردة في منطقة لوجستية هتقام هنا حول الجمرك افتتاح المنفذ السلوم البري، كان منفذ بس هيبقى جمرك عالمي على أعلى طرازات الخدمة والسرعة في الأداء واللي تخدم ما بين مصر وشمال إفريقيا. تكلمنا برضو عن أولادنا وعن الأشغال عن الشركة عن كل مكان، يعني يمكن أنت ملاحظ كان دار بيني وبينه حديثات جانبية، كان حديث ودي جدا للغاية، تكلمنا فيه بكل شفافية بدون أي غطاء، كان طالب مني أن أتكلم بكل صراحة وبدون، وأنا بحب الصراحة وتكلمت معه بالأمانة كل ما يدور في الشارع المطروحي. السلوم رغم أنها أصغر مدينة مصرية لا تزيد مساحتها على 35 كيلومترا مربعا، إلا أنها ذات أهمية كبيرة لكونها بوابة مصر الغربية فضلا عن موقعها المتخم للحدود الليبية والمنفذ الأساسي لتدفق حركة الأفراد والبضائع بين مصر وليبيا، ويخترقها الطريق الوحيد المؤدي لدول المغرب العربي. مشروعات تنموية وخدمية وحركة دؤوبة لا تتوقف إذا أتيت مصر من جهاتها الأربع. هنا في أقصى نقطة على حدود مصر الغربية مشروعات تنموية، ويتم إعادة صياغة شكل الحياة من جديد لتحظى محافظة مطروح بنصيبها من التنمية مثل محافظات الجمهورية في إطار بناء الجمهورية الجديدة. من مدينة السلوم، محمد عبد الله، التلفزيون المصري.